السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في هذه التغطية الخاصة والمستمرة من قناة الأيام الفضائية لمواكبة الانتصارات الفلسطينية المتحققة على الكيان الصهيوني أكثر من 23 يوم على طوفان الأقصى، والمقاومة الفلسطينية مستمرة بضرب المستوطنات للكيان الصهيوني وتحقيق الانتصارات وكسر أكذوبة الجيش الذي لا يهزم وغيرها من الأكاذيب اللي نسمعها من الإعلام الغربي عن الكيان الصهيوني وقوة الكيان الصهيوني وجيش الكيان الصهيوني اللي يسمى رابع أقوى جيوش العالم وغيرها من هالتفاصيل. وبالمقابل الكيان الصهيوني مستمر بقصف المواطنين المدنيين العزل اللي ما مشاركين أساسا بالمعارك بمحاولة لإثارة الرأي المضاد اتجاه المقاومة وتأثير على المقاومة وقوة المقاومة الفلسطينية بهذه الحرب. المجازر مستمرة، آلاف الشهداء يوميا وبالتحديد الأطفال، ضرب المستشفيات، ضرب الأسواق، ضرب حتى المخابز، كل أساسيات الحياة يحاول الكيان الصهيوني يقطعها عن المواطنين المدنيين الفلسطينيين. لكن على الرغم من كل هذا مثل ما ذكرنا الفلسطينيين مستمرين بقوة وإرادة وعزيمة وعقيدة في الدفاع عن أرضهم. أبعاد هذه المواضيع والملفات وغيرها ومعركة طوفان الأقصى راح نناقشها من خلال هذه التغطية مع ضيوفنا الأكارم الدكتور قاسم السلطاني الكاتب والمحلل السياسي، وبانتظار أن ينضم لنا عبر سكايب الأستاذ علي الدرواني الإعلامي والكاتب من اليمن. حياكم الله ضيوفنا الأكارم. مرحبا. نبتدي وياك دكتور قاسم، أكثر من 8000 شهيد من المواطنين الفلسطينيين والكيان الصهيوني مستمر بجرائمه وبالتحديد استهداف الأطفال، مستشفيات الأطفال، مدارس الأطفال وحتى روضات التعليم الأولي، أكثر من 3000 شهيد من 8000 هم من الأطفال. شلون تتابع كل هذه المواضيع شخصيا؟ أحسنتم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناتكم ولمشاهديكم الكرام. حياك. وبداية نقول يوم تشرق أنوار الهدى وتبيض النجوم ويرجع كل متشرد إلى أرض يافا. حقيقة أنا من خلال متابعتي لكل الأحداث منذ اليوم الأول من 7 أكتوبر مراقب حقيقة لكل الأحداث ولكل ما جرى من عملية طوفان الأقصى. حقيقة من هنا نقول تحية لكم وتحية تحية الشجعان وتحية المرابطين. نعم. في من غزة ومن قسائم ومن شهداء، يعني من كتائب القسام وكل الفصائل الفلسطينية، تحية إكبار وإجلال لهذه الوقفة المشرفة أمام هذا العدو الغاشم الذي لا يعرف للإنسانية شيئا. نعم. حقيقة يعني موضوع يعني التجني الذي والماكينة الوحشة الذي استخدمه الكيان الصهيوني من تدمير البنى التحتية وتدمير المستشفيات وتدمير الأسواق وتدمير الوحدات السكنية وحتى وصلت إلى دفن الإنسان الفلسطيني في غزة، كان هو القصد منه هو التأثير حقيقة، التأثير على نفسية المقاتل في كتاب يعني كتاب حماس أو كتاب القسام، وبالتالي قد يحدث فد نوع من الانهيار. لكن أنا حقيقة لاحظت الصمود والتصدي والصبر الجميل الذي تحلى به المقاتلون، وكذلك بها بمثابة ردة الفعل من الصدمة التي انعكست على حكومة الاحتلال البغيض لفلسطين ولباقي الأراضي الفلسطينية، لأنه طوفان الأقصى ومعركة طوفان الأقصى حقيقة حطمت كل هو ما يتخيله أو ما كان راسما له الكيان الصهيوني. أنا أسأل دكتور أنه طوفان الأقصى حققت أهدافها اليوم لما المقاومة الفلسطينية بسبعة أكتوبر دخلت بهذه القوة وكسرت كل القيود وكسرت
هذه الأكذوبة اللي نسمع عنها دائما عن قوة الكيان الصهيوني سواء سياسيا أو عسكريا أو اقتصاديا أو بمجال الأمن السبراني، حقق الطوفان الأقصى الهدف؟ أحسنتم. نعم، احنا بداية نعم حققت الهدف، وهي حطمت الأسطورة، أسطورة الجيش الذي لا يقهر. استطاعت هذه المجموعة وهذه الفتية المؤمنة من كتائب القسام أو كتائب الحماس، استطاعت أن تصل إلى عقر الكيان الصهيوني، واستطاعت أن تفبرك كل يعني الخطوط العسكرية في الكيان الصهيوني. على سبيل المثال حقيقة ما يسمى بعازل غزة، هذا العازل الذي قامته الحكومة الصهيونية بمبالغ قد يصل إلى 1,600,000,000 دولار، وكان معزز بكل التقنيات العسكرية والكاميرات الحرارية، بحيث أنه لو تصل فأرة إلى هذا السياج ممكن أن تكتشف وممكن أن ترد عليها بأسلحة أوتوماتيكية. لكن استطاعوا حقيقة هؤلاء الفتية، استطاعوا أن يحطموا هذا الجدار في لحظات. يعني كان إذا كان مقرر بأربعة أشهر ممكن اختراق هذا الجدار، لكن تم اختراقه بلحظات لا تتجاوز الأربع ساعات. فإذا هذا حقيقة يعتبر إنجاز، إنجاز كبير وإنجاز عسكري حقيقة ممكن أن تدرس. وبأسلحة لحد الآن هي صناعة محلية بالنسبة للمقاومة الفلسطينية، ومحققة كل هالانتصارات، وتواجه الكيان الصهيوني على الرغم من كل الدعم الغربي والأميركي وغيرها من الدول اليوم الداعمة لنهج الكيان. أنا أنتقل للأستاذ علي الدرواني. هذا اليوم الدعم الغربي الأميركي للكيان الصهيوني يتسبب بجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين، يحاول الكيان من خلالها أن يرد جزء من اعتباره، جزء من صورته. شلون تتابع كل هذه الجرائم اليومية على شعبنا وأهلنا بفلسطين؟ ضيفك ولكل مشاهدي قناة الأيام، أولاً هي التحية لهذا الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، المجاهدين الأبطال الذين سطروا أروع الملاحم البطولية في وجه هذا العدو الإسرائيلي الذي كان يهزم إذا تحرك في حرب يهزم 3 جيوش عربية كاملة. اليوم هو يقف عاجزاً أمام الثلة من المؤمنين الصادقين الثابتين الذين مرغوا أنفه بالتراب وألحقوا به هزيمة مذلة لن ينساها مهما فعل في قادم الأيام. اليوم العدو الإسرائيلي هو عدو عاجز إلا عن قتل المدنيين، وهذا الأمر أنا أظنه أمر سهل. فلو أعطيت طائرة من هذه الطائرة F-16 أو 35 لأي مجنون، فضلا عن أن نتحدث عن عاقل أو مقاتل، فإنه يستطيع أن يرتكب بها أكثر من هذه الجرائم. فهذه ليست بطولة وليست حربا عسكرية يمكن أن تعيد هيبة جيش أذل في عقر داره، أذل في مواقعه المحصنة، ديس على أخشام جنوده في عمق يعني مقر قيادة فرقة غزة. هذه الأمور لن تمحوها هذه الجرائم، بل سيزيد. هو الهدف أساسا أستاذ علي من هذه الجرائم شنو اليوم؟ إذا أريد نحلل هذا الموضوع، الهدف الأساس شنو؟ الهدف تهجير، إبادة جماعية، شنو الغاية من عندها؟ العدو الإسرائيلي يظن أنه يريد أن يعيد صورة جيشه المهزوم أمام مستوطنيه، أمام مجتمعه الداخلي، أمام جبهته الداخلية، ويقول لهم لقد أخذت لكم من الذين أهانوا هذا الجيش، يعني ولا يزال جيشنا قادرا على إلحاق الأذى بأعدائنا في المنطقة. يريد أن يقول لمن يتربص بهذا الكيان، ودعني أقول إن الشعوب اليوم هي فعلا تتربص بهذا الكيان وتتحين اللحظة المناسبة للانقضاض عليه، وكأنه يقول من يريد الانقضاض على الكيان بأي طريقة سيكون مصيره، يعني كل هذه الجرائم بحق شعبه وأطفاله ونسائه. لكن دعنا نقول، هل يحقق العدو الإسرائيلي هذه النتائج المتوخى؟ بالتأكيد لا.
اليوم المؤسسات الأمنية والعسكرية، المؤسسات الحكومية داخل الكيان شبه منهارة. قبل أيام تابعنا أحد المغردين من المؤسسات الحكومية الإسرائيلية وهو يقول أن المؤسسات الحكومية شبه مشلولة ولا تستطيع التواصل فيما بينها لعدة أسباب. أولا من هول الصدمة التي حصلت في 7 أكتوبر الحالي. الشيء الثاني أن جيش العدو الإسرائيلي هو استدعى قوات الاحتياط، وعندما نتحدث عن قوات الاحتياط يعني 350 إلى 450 ألف موظف أو مدرس أو مهندس أو طبيب أو عامل أو تاجر أو أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، كل هؤلاء سيلتحقون بالجيش وبالمواقع العسكرية وبالخدمة، ما يعني ترك وظائفهم سواء كانت حكومية أو خاصة في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وهذا يصيب الكيان في شلل. اليوم العدو الإسرائيلي يعني في على كل هذه راح ترجع شيء للكيان من هزيمة طوفان الأقصى المتحققة للآن. حتى هذه اللحظة هو لا يستطيع أن يمحو هذه الهزيمة. النصر كتب وسجل باسم المقاومة في الساعات الأولى، لن يمحوه شيء. اليوم جديدة يحاول العدو الإسرائيلي من خلالها أن يعدل الموازين، لكن من خلال قتل النساء والأطفال، وهذا لا يحقق أي معادلة، لا يحقق. طبعا يمكن له أن يحقق بعض المعادلات في مجتمعات أخرى، لكن ليس في المجتمع الفلسطيني المقاوم. بحسب منظورهم الجبان ومنظورهم الإجرامي، هذا القصف وهذا الاستهداف للمدنيين ممكن يحقق لهم انتصارات شخصية مثل ما يدعون، وعمليات نسمع توصلنا بعض الأخبار العاجلة أنه أكو حاليا إنزال في بعض الخطوط، نفذ الكيان الصهيوني وتوغل، لكن حتى هذه التوغلات البرية فشلت كلها مقابل المقاومة الفلسطينية، والالتفاف بالنسبة لخطوط المقاومة الفلسطينية أفشلت هذه الحملات والتدخلات البرية. خليني أرجع لك دكتور قاسم، احنا اللي يهمنا الجانب الانساني للشعب الفلسطيني اليوم، نسمع انه انقطع كل شيء تقريبا عنهم، المي، الاكل، الانترنت، وسائل الحياه الاساسيه، الكهرباء، بالتالي شنو الحل لهذا الموضوع؟ يعني ما من المعقول اكثر من مليونين مواطن مدني قاعد ببيته يتعرض لكل هذه المواضيع وماكو حل لهذه اللحظه. احسنتم. حقيقه طرح موضوع الهدنة لمدة 5 أيام، لكن الجانب الإسرائيلي كان يعني فرض خلال هاي المدة يعني الهدنة مشروطة حقيقة. أما يعني المقاومة الفلسطينية أو ما يتعلق بحكومة حماس حقيقة طلبوا أنه الهدنة يجب أن تكون يعني فيها كثير من المعالم الإنسانية، أن تدخل فيها الغذاء والدواء، بالإضافة إلى بناء بعض البنى التحتية من كهرباء ومن ماء وما يتعلق ما يحتاجه حقيقة المواطن الفلسطيني. هي بالأساس دكتور مشروطة بشنو يعني يردوها؟ يردون يستمرون بقطع كل الأساسيات هذه اللي نقول عنها؟ لو شنو شرطهم للهدنة؟ أحسنتم. الكيان الصهيوني طبعا حقيقة لا يريد أنه تصل أي معونات أي معونات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والمناطق الأخرى، لأنه يريد يستمر يموت الناس من الجوع والعطش الهدف والأدوية. من رفض الهدنة بهذا الشكل الخالية حقيقة من الجوانب الإنسانية في نظر الكيان الصهيوني هو الغرض التأثير النفسي على المقاتلين، وبالتالي قد يعني يحظى أنه ممكن أن يكون هناك استسلام لبعض يعني فصائل كتائب القسام أو حماس أو غيرها من يعني الفصائل المقاومة، لكن هذا لا يمكن حقيقة، لأنه أنا ألاحظ هناك صبر. يعني الثقافة الآن التي طالت الفلسطينيين هو من باب حقيقة تمسكا بالقرآن الكريم وبالشريعة الإسلامية في لحظات المحنة وأيام المحنة، وهو من باب هو الصبر، وهو كما قلنا
في مقالات أخرى أنه الآن الشعب الفلسطيني يلتزم بقول الله سبحانه وتعالى: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا هذا التمسك، عفوا دكتور، هذا التمسك من قبل الفلسطينيين بعقيدتهم وأرضهم وكل شيء يسويه الكيان، هم صامدين. معقولة ما وعى الكيان هذا الموضوع؟ ما وعى إلى هذه النقطة رغم كل الجرائم اللي سواها، آخرها مستشفى المعمدانية وحاليا القطاع الصحي بغزة، الكل طالع من الخدمة وغيرها من الجرائم والفلسطينيين ثابتين. معقولة الكيان ما وعى هذه النقطة؟ الكيان لا ينظر إلى هكذا أفكار وإلى هكذا، يعني خلينا نقول القيم الأخلاقية لا ينظر إليها. الصبر هو معلم من معالم الأخلاق حقيقة. نعم. التي دعا إليها الإسلام والقرآن الكريم. هذه الفقرة لا يعترف بها الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني، الكيان الغاصب، هذه الأفكار الأخلاقية لا يعترف بها. والدليل هذه الجرائم المستمرة. دكتور أستاذ علي، نسمع اجتماع لمجلس الأمن خلال هذه الأيام، عدد من الاجتماعات، اجتماع لعقد بالقاهرة، المؤتمر البرلمانات العربية، رؤساء البرلمانات عقد في بغداد، وإلى الآن الوضع الإنساني بفلسطين نفس الوضع، الناس ما لاقية أساسيات يومها. نعم، يعني هذا هو يعيد التذكير بوحشية هذا العدو الذي لا يلقي بالا لا الاجتماعات عربية ولا إسلامية ولا اجتماعات دولية، هو يدوس على كل هؤلاء ويتجاوز كل هؤلاء ويقول يعني أنه يستند يعني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هي راعية كما يسمى النظام العالمي القائم حالي، يتعرض لهزات كبيرة ليس أولها ولا آخرها يعني ما حصل في طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الجاري، هذه هي هزة يتعرض لها النظام العالمي. الاجتماعات المتكررة في مجلس الأمن ومشاريع القرارات التي تقدم هي تشير إلى هذه الحقيقة، أن هذا العدو لا يراقب القوانين الدولية ولا يحترم الاجتماعات ولا يحترم حتى شركائه أو حتى أولئك الذين طبعوا معه. وهذه النقاط مهمة جدا في كشف هذا العدو، لأنه البعض حاول أن يصور أن هذا العدو يمكن أن يكون مسالما. ما يجري اليوم في غزة من تجاوز لكل القوانين الإنسانية، القانون الدولي الإنساني، الأعراف والمبادئ وغيرها، يعني هو يقول أن هذا العدو هو مجرد وحش، مجرد طارئ على جسد هذه الأمة، مجرد عدو للمنطقة، هو لا يرى هؤلاء. منذ اليوم لازم يوقف هذا الكيان، هذا الكيان عند حده. يعني ما من المعقول كيان جبان مهزوز يفعل كل هذه الجرائم. تفضل أستاذ علي، أسأل إنه من اليوم المطلوب من عنده أو من اللي عليه يوقف هذا الكيان عند حده؟ دا نشوف المقاومة الفلسطينية تواجه هذا الكيان وبان ضعف هذا الكيان. نعم، المقاومة الفلسطينية قامت بدور كبير جدا في 7 أكتوبر وأثبتت أن هذا الكيان قابل للهزيمة عندما ذهب أولئك للتطبيع معه قائلين أنه إن لم نستطع كسره فلنذهب للسلام معه لنفكر بطريقة أخرى، لنفكر خارج الصندوق، لقد جربنا الحرب معه سنوات ولم نستطع أن نفعل شيئا. نعم، أنتم لم تستطيعوا أن تفعلوا شيئا، ليس لأنكم غير قادرين وإنما لأنكم لا تريدون، لأنه ليس لديكم إرادة. نعم. أنتم يعني وضعتم أنفسكم في هذا الموضع الضعيف والهزيل، بينما نرى ثلة من المؤمنين استطاعوا أن يكسروا هذا العدو. سابقا حزب الله الذي طرد هذا الكيان من جنوب لبنان، ثم لاحقا طردته هو بالأساس من بالأساس الكيان الصهيوني يفهم غير هذه اللغة. نعم. يفهم غير لغة القوة اليوم، التفاهمات وغيرها، يعني تفهم مع هذا الكيان. هنا حقائق اليوم تبدو ماثلة للعيان. الولايات المتحدة التي تقدم الدعم الكبير لهذا الكيان، ويعني كان يوجه إليها أصابع الاتهام في كل الجرائم المرتكبة بحق شعوبنا ودولنا ومنطقتنا من في فلسطين، في لبنان، في سوريا، في العراق وفي اليمن وفي غيرها من المناطق، اليوم ها هي تثبت وتكشف وجهها الحقيقي عند الذين يسمونها حليفا أو شريكا أو ما شابه. الإسرائيلي الذي
يحاول ان يقدم الى المنطقه ويدخل يعني كشيعي في المنطقه تحت ادعاءات اتفاقات السلام، ها هو السلام الذي يريدونه من هذا العدو. هم ينظرون كيف يتصرف مع الاطفال والنساء ويعتبرهم مجرد نقطة حيوانات. نقطة مهمة استاذ علي. اطفال غزة دكتور قاسم في غزة. نعم. لا يوجد ابرياء في غزة، هكذا ينظرون الينا، ليس فقط لابناء غزة، هذه نظرتهم لكل ابناء المنطقة بل للعالم. اني هذه النقطة دا اسال عليها دكتور قاسم، شنو اليوم اهم نقطة كشفها الشعب الفلسطيني وكشفتها المقاومة الفلسطينية وطوفان الأقصى للعالم، ما نقول بس للشعوب العربية أو لشعوب المنطقة، للعالم، شنو اللي كشفته اليوم طوفان الأقصى من خلال هذه الحرب؟ أحسنت. طبعا حقيقة من بدأت يعني طوفان الأقصى منذ 7 أكتوبر، وجدنا مع إخوتنا في الفصائل المقاومة الفلسطينية، وجدنا أن هذا الكيان عبارة عن سراب وكيان هزيل، وبالضربات الأولى انهزم الكيان بكل ما يملك من قوة ومن جبروت. حقيقة حتى وصل هذا الانهيار انه هناك اصبح قتال ما بين يعني الجيش الإسرائيلي أو بعض القوات الإسرائيلية بدأت تتصادم فيما بينها. هذا يدل على أنه هذا الإرباك وصل إلى حد أنه الاقتتال الداخلي ما بين يعني الجيش الإسرائيلي وما بين الثكنات العسكرية، لأنه هذا يعني منذ اللحظة الأولى هذا الإرباك يعني كأنما أصبح مفاجئ بالنسبة لكل قياسات ولكل مخابرات الشافاك والموساد الصهيوني، وحتى يعني السي اي اي الأمريكية كانت كأنما غير عالمة انه بهذا الطوفان الذي حدث. هذا ما يخص، نعم دكتور، هذا ما يخص الجانب السياسي والجانب العسكري بالنسبة للكيان الصهيوني. اذا نسأل اليوم عن الجانب الإنساني ما يخص الكيان وأمريكا اللي تدعي بحقوق الإنسان اللي هي اليوم تدعم الكيان من خلال طوفان الأقصى، شنو اللي انكشف اليوم بهذا الموضوع؟ نعم، يعني الآن قد يعني نقدر نقول أنه قد سقط القناع عن الولايات المتحدة الأمريكية وتبجحها بحقوق الإنسان، بغض النظر عن الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني منتهي من عنده أنه لا يرتوي ولا يلتزم بحقوق إنسان ولا حتى له أي صلة بجانب إنساني، وهذا ما رأيناه على مدى التاريخ. يعني منذ أن نقول تأسست دولة بني إسرائيل عام 48 إلى يومنا هذا، هم لا يرعون بحقوق إنسان ولا يعني ينظرون إلى لا مرأة وإلى طفل، بالوقت اللي كل منظمات حقوق الإنسان وحقوق الإنسان يعتبرون المرأة والطفل هي خارج نطاق الحرب. لكن نلاحظ اليوم في ردود الفعل الإسرائيلية على طوفان الأقصى صبوا جام غضبهم على الأطفال بالذات وعلى النساء. هذا اللي أكد لغة الأرقام دكتور، أكثر من 3000 طفل هم شهداء بسبب قصف الكيان الصهيوني، وأكثر من 2000 امرأة بالإضافة إلى 1000 مسن. هذه من 8000 أو 8200 شهيد تقريبا بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين. أنتقل لك أستاذ علي، هذا الدعم الأمريكي المستمر للكيان الصهيوني سواء سياسيا عسكريا اقتصاديا، يعني ميزانيات مفتوحة اليوم نسمع بها وأرقام خيالية بالنسبة للدعم الأمريكي للكيان على الرغم من الأزمات الاقتصادية اللي يعيشها الجانب الأمريكي بالداخل، راح يغير من المعركة، راح يأثر على المعادلة بشكل مباشر على معركة طوفان الأقصى. يعني هم يريدون أن يكون له تأثير، أن يمنع يعني مشاركة أطراف أخرى، يعني التحشيدات العسكرية الأمريكية، لكن بنفس الوقت هي أظهرت أن هذا الجيش هو جيش ضعيف، وأنه يعني في الوقت الذي كان يريد الأمريكي أن يقدم إسرائيل على أنها ستكون حامية أدواته في المنطقة
ظهرت اليوم عاجزة وهي تبحث عن من يحميها. وسائل الإعلام الأمريكية في الأيام القليلة الماضية كانت ترسل تعليمات مباشرة وغير مباشرة إلى بعض الأنظمة لتقول إنها تتصدى لصواريخ تنطلق من اليمن أو غيرها، وتقول إنه تم إسقاطها في السعودية، وأحيانا يتحدثون عن مصر، وبالتالي يذهبون نحو تدعيم الأجهزة الدفاعية لهذه الدول من أجل حماية الكيان. إذن هو كيان ضعيف. حتى هناك كتاب ومحللين إسرائيليين قالوا إن مستويات الدعم الأمريكية الكبيرة هي تؤكد أن هذا الجيش هو جيش ضعيف، وليس بالطريقة التي قدم نفسه فيها في المنطقة طوال العقود الماضية على أنه أحد أقوى الجيوش في المنطقة، إن لم يكن يريد أن يقول أنه أقوى. راح تغامر القيادة الأمريكية وتدخل بشكل مباشر بهذه المعركة؟ يعني ممكن نشوف دخول بري للجيش الأمريكي على خط المعركة مع الكيان الصهيوني؟ يعني الأمريكان هم يخشون البري مجددا بعد تجربة العراق وأفغانستان، هم يخشون أن يكون هناك حضور أمريكي مباشر، ولذلك نرى أن الحروب الأمريكية الأخيرة هي تخوضها عبر وكلائها في اليمن، في العراق، في سوريا، حتى في أوكرانيا. هي تحارب اليوم، تحارب روسيا من خلال الأوكرانيين أنفسهم، وهناك مشاعر غضب. يعني في الأيام الأخيرة ظهرت أصوات تقول إن أمريكا تريد أن تحارب بالجيش الأوكراني، أن تحارب بالأوكرانيين على حساب الدم الأوكراني، تحارب روسيا أو تحاول إشغال روسيا. هذه الأمور حقيقية أصبحت. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي تخشى أن يكون هناك من يحاول جرها إلى صراع جديد في المنطقة، ولذلك هي تبعث الرسالة تلو الأخرى، رسائل الدعم العسكرية، البارجات، حاملات الطائرات، وتقول إنها ترسل أيضا تعزيزات للدفاع الجوي والأساطيل الجوية. بينما بالنسبة للبرية هي لم ترسل حتى هذه اللحظة أحدا. بالأمس أو قبل أمس تتحدث عن أنها نشرت 900 جندي، ستنشر 900 جندي في المنطقة، وهذا الرقم ليس للقيام بعمل بري. فهناك شعور ومخاوف لدى الإدارة الأمريكية، بالتالي هناك من يريد أن يجرها إلى مستنقع جديد في المنطقة ويحاول. فأكو حذر واضح من الجانب الأمريكي حتى بما يخص التصريحات. دكتور قاسم، شنو اليوم مخاطر هذا الموضوع في حال دخل الجيش الأمريكي؟ شنو تبعاته حتى على أمريكا إذا ما اشتركت فصائل المقاومة أيضا وباقي البلدان بالدفاع عن المقاومة والشعب الفلسطيني؟ أحسنتم. طبعا موضوع، أنا ممكن شوية يعني أضيف إلى ما يعني تطرق إليه الأخ الضيف من اليمن. نعم. قضية الهجوم البري، طبعا هناك أمريكا كانت تحاول أن تضغط على الجانب الإسرائيلي بالتأني لوصول أنه مساعدات، قد تكون مساعدات عسكرية إلى إسرائيل، لكن هي نعم جاءت بالبارجات الأمريكية وحاملة الطائرات إيزنهاور في البحر المتوسط لغرض، بحسب تصريح جون بايدن، نحن جئنا لحماية إسرائيل. فبقت القضية، يعني إذا قضية أنه ممكن أن تدخل بجيش لغرض الهجوم البري مثل ما ادعوا به يعني الإسرائيليين، أعتقد أمريكا لا تغامر حقيقة بوجود أو بتعزيز الجيش الإسرائيلي يعني بإفراد من الجيش الأمريكي، لأنه هذا يعني هناك خسارة حقيقة كبيرة للجيش الأمريكي، وبالتالي قد ممكن أن تدخل فيها أطراف دولية. هو هنا السؤال دكتور، الحرب هذه حاليا الموجودة طوفان الأقصى، تتوقع أنه مساحتها راح تتسع بالأيام الجاية؟ أكو مشاركات راح تكون خارجية؟ حاليا المعركة واضحة تقريبا حدودها، بعض الموجودة التدخلات أو المشاغلات من قبل الجنوب اللبناني، حزب الله بضرب مواقع للكيان الصهيوني. إذا ما استمرت هذه المعركة راح تدخل فصائل ثانية ومقاومة ثانية؟ حقيقة نترقب توسعة هذه المعركة، وإلى حد الآن يعني القيادة الفلسطينية من كتائب القسام أو حماس إلى حد الآن ما طلبوا يعني فد مساعدة من جهات أخرى أو من فصائل أخرى إلى حد الآن، كأنما الاحتياط الموجود
من كتائب القسام أو من حماس إلى حد الآن كانما هذا الموجود من الفتية المقاتلين الآن سادين الفراغ، وإلى حد الآن لم يطلب من الاحتياط الباقي أنه ممكن أن يدخلون في ساحة المعركة. نسمع بعض الأخبار دكتور، توصلنا بعض الأخبار العاجلة بما يخص الجيش الكيان الصهيوني، يعني توصلنا بعض الأخبار أنه ورقة الغزو البري دائما ما تطرح ونسمعها خلال الأيام المضت، رغم أنه أكو تجربة صارت البارحة أول البارحة وفشلت هذه التجربة وسموها هم تدخل جزئي أو غزو بري جزئي وغيرها من هالتفصيلات. هذه الورقة قابلة للتطبيق؟ أحسنتم، هذا الموضوع حقيقة أيضا كنا مراقبين لهذه التفاصيل حتى لو كانت جزئية. فالآن الكيان الصهيوني يحاول كأنما يعزز موقفه ويحاول أن يرفع من معنويات الجيش الإسرائيلي، فيحاول يجس نبض، يعني أرسل بعض القوات أو مدرعات معها حاملة أو حاملة جنود إسرائيليين للتقرب إلى بعض الخطوط الأمامية من حماس، لكن هذه القوة أبيدت بالكامل، حتى حاملة الجنود أيضا تم ضربها وقسم منهم لاذوا بالفرار. بالتالي هذا الوضع المهزوز ينعكس على منظومة الكيان ككل، وهذا السؤال اللي راح نتوجه به إلى الدكتور مأمون أبو عامر أستاذ العلوم السياسية والمختص في الشأن الإسرائيلي من فلسطين. نرحب بك دكتور مأمون. حياك الله مشاهدينا الكرام وضيفك الكريم. نبارك للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية هذا الثبات والانتصارات المتحققة على الكيان الصهيوني، وكونك مختص في الشأن الإسرائيلي إن شاء الله حتى نصل مبين إن شاء الله. نعم إن شاء الله. أسألك عن الوضع اللي حاليا اللي يعيشه الكيان الصهيوني، يعني ما يسوق من الإعلام الغربي وغيرها من الجهات الإعلامية والحكومات المتعاطفة أو المتهاونة مع الكيان تسوق صورة ثانية. أنا أرد أسألك كونك مختص بهذا الكيان وفي الشأن الإسرائيلي، شنو وضع الكيان حاليا؟ من ناحيه يعني الكيان الصهيوني في حاله شلل تام، يعني الحياه داخل الكيان خاصه بعد استدعاء الاحتياط هناك 180 الف جندي دائما في الخدمه، وتم استدعاء حوالي 360 الف، اي ان نص يعني في هذا العدد حتى 360 الف مع موجود 180 الف، يعني حوالي نصف مليون وزياده من الجيش مستنفرين في بلد عدد السكان فيه يعني 9 مليون نسمة ونفس من المواطنين العرب الذين لا يتجندون اصلا في الجيش. نعم. يعني بالتالي البلد يعني بشكل عام منهك ومحاصر داخليا في حاله الضربه، يعني ارتباك حاله الصدمه النفسيه الموجوده في التي ادت يعني ضربت كل اركان المجتمع الاسرائيلي وأسفل ضربت في البنى الأساسية في الوجدان أو العمق النفسي من الوعي المجتمعي كله، حيث أنها يعني ضربت هذه الضربة العاصفة القوية التي وجهتها كتائب القسام في أول يوم. نعم. يعني الضربة لم يكن الاحتلال يتوقعها أحد يتوقعها إطلاقا من أي جهة كانت حتى من أكبر الجيوش في المنطقة. وهذا طبعا يعني حتى حديث وزير الدفاع الإسرائيلي أردنا قال لقد تلقينا ضربة قاسية لم نتلقى مثلها منذ حرب الاستقلال أي قبل 65 نسمع عاما. نسمع دكتور مأمون عن هجرة عكسية، عن خسائر اقتصادية، عن غيرها من الأمور اللي تعرض لها الكيان من 7 أكتوبر إلى اليوم، يعني شنو تفاصيل هذه المواضيع؟ يعني بالنسبه لتقديري على المستوى الشخصي انا ما يعني انا من الناس الذين لا ارى في اهميه للعامل الاقتصادي في الموضوع الاسرائيلي، ولا سيما هناك كافه الخلاء وضمناء الكيان الصهيوني للتعويض عن كل الخسائر التي يتلقاها اللي هم رعاه المشروع الصهيوني الغربي في المنطقه. هم الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل كما شهدنا في اليوم الاول للمواجهه
تم الإعلان عن حزمة من المساعدات تقدر 14 مليار دولار. عن التقديرات يعني التقديرات مثل هذه المعركة في شهر واحد حوالي 7 مليار. فهناك مع هذا يعني أن هناك تكلفة الحرب على مدى شهرين دفعت مسبقا من قبل الولايات المتحدة. بالتالي شنو الخسارة الأكبر بالنسبة للكيان بطوفان الأقصى؟ الخسارة الأكبر هي الخسارة المعنوية في والتي هز الكيان أسس بنيان الكيان الصهيوني معنويا، وعاد القتلى والأسرى الموجودين يعني القتلى الذين قتلوا في الأحداث في العملية في الأول يوم، ثم عاد الأسرى الكبير الموجود في قطاع غزة الذي يقدر بحوالي 250 شخص تقريبا بحسب التقديرات الإسرائيلية. هناك 250 شخص مفقود. كتاب القسام أعلنت عن حوالي 200 أسير لديها. حركة الجهاد الإسلامي أعلنت عن 30، وهذا يعني أن هناك حوالي 30 شخصا ما زالوا مفقودين، لا أحد يعرف أين هم موجودين. هذا طبعا الخسائر البشرية هي من أكبر الخسائر التي تهز الكيان وتهز بنيته وتهز صانع القرار الصهيوني. نعم، أنا أشكرك الدكتور مأمون أبو عامر أستاذ العلوم السياسية والمختص في الشأن الإسرائيلي، ينضم عبر الهاتف من فلسطين. أرجع لك دكتور قاسم، ورقة مهمة ونقطة مهمة في هذه الحرب موضوع الأسرى. يعني سمعنا تصريحات من قبل المقاومة الفلسطينية، من قبل الكيان الصهيوني وقيادات الكيان، مطالبات كل طرف يطالب بالإفراج عن المقابل. شنو أهمية اليوم ورقة الأسرى بهذه المعركة؟ أحسنتم. طبعا احنا هذا الموضوع قضية الأسرى والهدنة التي طرحت أنه كانت هناك بعض الشروط، من ضمن هذه الشروط أنه يجب أن يكون هناك تبادل أسرى بالكامل بين الطرفين، وخاصة هذا الجانب حقيقة الجانب الأمريكي قاعد يضغط على موضوع تبادل أسرى، لأن هناك أمريكان موجودين في الأسر. لكن أكو نقطة حقيقة أنا لاحظتها يعني كانت في غاية من الإنسانية ومبادرة إنسانية من يعني بعض الأخوة في قيادات حماس وكتاب القسام، أنه أفرجوا عن رهينتين إسرائيليتين كبيرتان في السن. وأنا حقيقة لاحظت اللقاء الصحفي مع هاتين الكبيرتين يعني اليهودتين، كانت يقول احنا عاملونا بمنتهى الإنسانية، يقول حتى يعني عاملونا بالتعامل كما ألزمهم القرآن الكريم في التعامل مع الأسرى. ودكتور أنا شخصيا مستغرب حتى هذا اللقاء شلون قدر يطلع، باعتبار الكيان الصهيوني اليوم وأمريكا معتمة على كل هذه المواضيع. اليوم بحسابك الشخصي إذا تغرد تغريدة باتجاه القضية الفلسطينية راح تواجه تقييد وممكن حظر، وممكن حتى حسابك يحذف من المنصات التواصل الاجتماعي. الشهادة بما يخص الأسرى الاثنين أو هاي النساء الكبار بالعمر يعني شهادة مهمة واضحة مثل ما ذكرت. اليوم أكو مطالبات بالإفراج عن الأسرى من قبل المقاومة الفلسطينية بالكامل، تتوقع الكيان راح تكون لاستجابة؟ يعني نسمع بأعداد أكثر من 6000 أسير فلسطيني بسجون ومعتقلات الكيان لأكثر من 20 سنة. أحسنتم. طبعا هذا الموضوع أيضا يعني تابعت هذا الموضوع في قضية تبادل الأسرى، لاحظت أكو هناك فد أمر في غاية يعني الحقد الدفين والتعامل الغير إنساني مع الأسرى والمخطوفين من الجانب الفلسطيني، أنه بدأوا يتعاملون معهم بمنتهى القسوة، بحيث منعوا عنهم الأكل ومنعوا عنهم الماء وحتى الدواء، وما يحاولون أن يطلعوهم إلى بعض المستشفيات في حالة أنه هؤلاء الأسرى والمختطفين في السجون الإسرائيلية بدأوا يتعاملون معهم بمنتهى القسوة وكنماط ضياع الحياة أو حجب الحياة عن هؤلاء. بالوقت بالمقابل أنه الأسرى من الصهاينة ومن اليهود في
بعد أن أوقعوا في أيدي كتائب القسام كانوا يعني جعلوهم في أماكن آمنة. هو حاليا نسمع بوقفات وتظاهرات ومطالبات من قبل أهالي أسرى الإسرائيليين أو أسرى الكيان الصهيوني اللي عند المقاومة الفلسطينية. هذه الضغوطات الشعبية راح تأثر على الموقف السياسي بالنسبة للكيان الصهيوني؟ نعم، نتنياهو حقيقة نتنياهو أحسنت، وقفة مهمة، يعني يحاول أن يدفع التهمة ويحاول أن يرفع من معنويات الجيش الإسرائيلي خوفا من اتهامه بالخيانة، لأن هناك صيحات في داخل يعني المتظاهرين من اليهود في داخل إسرائيل وفي خارج إسرائيل أنه هذا الرجل يجب محاكمته، لأنه هذا الرجل بداية إذا لاحظته قبل أشهر عندما استلم يعني السلطة حاول أن يجعل المحكمة، خلينا نقول المحكمة القضائية في فلسطين بتغيير بعض القوانين حتى تكون إلى صالحة، لكن هناك رفض حقيقة من المحكمة القضائية في إسرائيل أن تكون إلى بعض قراراتها إلى نتنياهو. بالتالي ورقة الأسرى ممكن تكون من النقاط السلبية المسجلة على حكومة نتنياهو مثل ما سميته ومثل ما هو واقعه وحقيقته؟ نعم ممكن، لأنه هذه فضيحة، يعني فضيحة لنتنياهو وفضيحة لما قام به، وحتى ردة الفعل اللي الآن يطرحها هي ورقة الهجوم البري هي الغاية منها هو رفع المعنويات للجيش الإسرائيلي وكف المطالبات بتنحية، الآن هناك مطالبات بتنحية نتنياهو عن الحكم، وبالتالي يعني إرسالة إلى المحاكمة باعتباره أنه هذا مجرم وأخل بكثير من الجوانب الإنسانية، بالإضافة ذلك أنه مر خلينا نقول دولة إسرائيل في الوحل، يعني بالتالي هذا اللي صار اليوم بطوفان الأقصى مثل ما ذكرنا بداية التغطية ضرب صورة الكيان اللي حاول يرسمها إلى الجانب الأمريكي والجانب الغربي، أوضح حقيقة هذا الكيان، أوضح حشاشته من الداخل بمختلف الجوانب، وعلى الرغم من كل هذا بعض الحكومات وحتى حكومات عربية بعدها تتهاون ويا هذا الكيان وخطاباتها جبانة اتجاه جرائم الكيان. المرحلة القادمة ما بعد طوفان الأقصى ممكن تكون تغيير بهذه الخارطة وخارطة التحالفات وحتى موازين القوى بالشرق الأوسط؟ أحسنتم، حقيقة يعني أنت تطرقت إلى موضوع الأنظمة الخيانية لبعض الدول العربية. نعم هناك بعض الأنظمة العربية مشرفة، يعني الآن موقف العراق موقف مشرف وموقف داعم للقضية الفلسطينية، لكن أنا يؤسفني أنه بعض الأنظمة العبرية حقيقة وليس العربية مثل ما وجدناهم في الجامعة، العبرية ممكن تحتمي بالكيان، واليوم الكيان بان ضعفه مو قادر يحمي نفسه، فبالتالي لكن المبرر أو لا، أنا عبرت عنهم بأفراخ الصهاينة وأفراخ التبشير المسيحي، يعني حتى واحد من الإخوان كان يرد علي أنه أستاذ من هم هؤلاء أفراخ الصهاينة، هؤلاء الذين يعني يعزون الصهاينة، يعني لاحظت وزير الخارجية الإماراتي يعزي عوائل الصهاينة، إذن كيف هؤلاء دكتور اني البارحه افراخ الصهاينه احد ضيوفي اعلامي بحريني يا سيدي يا استاذي متباكين على ما يحدث في اسرائيل، وكانما نهايه اسرائيل تعني نهايتهم هؤلاء الانظمه الكارتونيه. احد ضيوفنا دكتور البارحه بحريني اعلامي بحريني موجود ببيروت ما يحضرني اسمه ذكر هالموضوع بدقه، قال احنا بالبحرين حاليا اذا مواطن بحريني راد ينظم وقفه تظاهريه باتجاه دعم القضيه الفلسطينيه راح يعتقل وراح يغيب وممكن كل الاحكام تطبق بحقه. بحرين بدنا نحكي بدوله عربيه تناصر شعب عربي، مجرد انه تناصره بوقفه
أحسنتم. هيش تتعرض له. أحسنتم. أنا ليش أذهب إلى البحرين؟ ليش أذهب إلى الإمارات؟ لكن أنا خلي أذهب إلى أكبر دولة عربية ترسانة بالجيش والعدة والعتاد اللي هي مصر. يعني الآن عبد الفتاح السيسي رأيته في لقاء صحفي يقول نحن كأنما مع إسرائيل بهذا عملها حتى تكمل مهمتها. وقضية تهجير الفلسطينيين أو من قطاع غزة وحماس، هو بالأساس معقولة مصر مثل ما قلت بجيشها وعدتها وعددها ما قادرة تحمي مساعدات إنسانية تدخل من خلالها للمدنيين الفلسطينيين؟ أحسنتم. معقول هذا الموضوع؟ أنا حقيقة هو اللي يؤلمني هكذا، يعني أنه أكبر رئيس دولة عربية كأنما يساند إسرائيل في عملها هذا، ويقول خلي إسرائيل تكمل مهمتها، يعني بهذا القتل وبهذه كأنما الإبادة الجماعية وتدمير الوحدات السكنية على ساكنيها، يقول حتى إسرائيل تكمل مهمتها. وقضية التهجير بعض يعني من سكان ضفة للأسف هذا الموقف إلى صحراء النقب. لو تسمعني أستاذ، بعض الحكومات إلى إلى صحراء النقب يقول ليش يجون إلى سيناء؟ لأنه الخطة الإسرائيلية ممكن تهجير سكان القطاع والضفة وبعض المدن الفلسطينية الأخرى إلى سيناء، لكن في سبيل أن تكتمل نبوءة إسرائيل أنه قيام الدولة الإسرائيلية من النيل إلى الفرات. هي هذه الخطة من عقود، وللأسف نشوف اليوم بعض الحكومات العربية تساعد بهذا الموضوع وتمهد له وتتغاضى عن تصرفات الكيان الصهيوني، والبعض لا، بالأساس نشوف دول حاليا بها مواسم احتفالات على الرغم من المأساة والجرائم بالنسبة لي المواطنين الفلسطيني، ولكن عندما أكو شيء يستقبلون فنانين ونجوم ولاعبين ومطربين وفاتحيها مثل ما نقول ساحات مفتوحة للرقص واللعب وغيرها من التفاصيل، وأكو ناس جاي تقصف ويمنع عنها المي والأكل وكل شيء أساسي بالحياة. هذا للأسف هذا الواقع اللي نعيشه. أنا أشكرك الدكتور قاسم السلطاني الكاتب والمحلل السياسي، وكذلك أشكر الأستاذ علي الدرواني انضم لنا عبر الهاتف من اليمن، والدكتور مأمون أبو عامر أستاذ العلوم السياسية انضم لنا من فلسطين. والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، أكيد مستمرين بتغطية طوفان الأقصى ومتابعة الانتصارات الفلسطينية المتحققة على الكيان الصهيوني. نلتقيكم تغطيات أخرى إن شاء الله في أمان الله.